ومن أمام نقطة المشاهدة وعلى ارتفاع منخفض يقترب تشكيل مختلط من طائرات متعددة المهام بقوة 12 طائرة من طرازات الميك 29 والرافال والإف 16، وذلك بعد إنهاء مهامها. ومن خلفهم فريق النجوم الفضية لتأدية مناورة الوردة المتفتحة في أروع ختام للعرض الجوي، واحتفالا بانضمام الطرازات الحديثة من طائرات القتال متعددة المهام إلى القوات الجوية المصرية. ودائما وأبدا تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. الحضور الكريم، السلاح المتطور وحده لا يكفي لإحراز النصر، فالمعدات دون مقاتلين محترفين قادرين على تطويعها واستخدامها الاستخدام الأمثل لا جدوى ولا فائدة منها. وما شاهدناه الآن من أرقى مستويات التدريب لرجال القوات الجوية نسور مصر البواسل يجعل هاماتنا تكاد تلامس السماء، ويبعث في نفوسنا الفخر والطمأنينة بأن لدينا قوات جوية مستعدة للانطلاق إلى آفاق